بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدورة العلمية الثامنة في المسجد الحرام، الموضوع الذي نتحدث عنه هو الحلقة الثانية من عنوان خذوا عني مناسككم. قد كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند باب الاشتراط في الإحرام، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المعنى أن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. وللنسائي في رواية وقال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. إسناد حسن، والأول إسناده صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، متفق عليه. وجاء عن عكرمة في هذا المعنى عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد بسند صحيح. وهذه الأحاديث والروايات تدل على مشروعية الاشتراط عند الإحرام، سواء كان الإحرام بحج أو كان بعمرة، وأن له أثره على المشترط. وتدل هذه الأحاديث على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل من دون فدية، كما أنه لا يجوز له التحلل مع عدم الاشتراط، وإنما يجب عليه أن يتم نسكه، وإلا فعليه الفدية. وبهذا قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة رضي الله تعالى عن الصحابة وجماعة من التابعين. وإلى هذا ذهب من الأئمة الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصحيح عند الشافعي كما قاله النووي. فالاشتراط باق على دلالته وصحيح من كل من يكون يخاف على نفسه ضرر من مرض أو مانع يمنعه من سلطة أو عدو أو غير ذلك من العوارض التي تعرض للناس، كل بحسب حاله وزمنه. فالاشتراط مشروع وصحيح ولا إشكال فيه. ثم جاءت حديث تبين أنساك الحج وأنواعه من التمتع والإفراد والقران، وأيها أفضل. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. وهذا الحديث يبين أنواع الأنساك الثلاثة من نسك التمتع والقران والإفراد. فالإفراد هو الحج، هو الإحرام بالحج فقط من دون عمرة، والقران هو الإحرام بالعمرة والحج معا، والتمتع هو الإحرام بالعمرة وبعد التحلل منها يحرم بالحج، فيتمتع بين العمرة والحج بالتحلل مما حرم عليه بالإحرام، فله أن يرتكب محظورات الإحرام لأنه صار في وضع حلال وليس بالحرام. وجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. متفق عليه. وهذا بيان أن متعة الحج وهي التمتع بالعمرة إلى الحج أنها كانت مشروعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ، بل هي باقية، وقد فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى يوم القيامة، فلم يرد ما يدل على النهي عنها أو ما ينسخها. وجاء عن أحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، آية متعة الحج، ولم ينهى عنها، أي لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات. وهذا سنده صحيح. وجاء عن عبد الله بن شفيق أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكن كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. فعثمان رضي الله تعالى عنه حمل متعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على أنهم كانوا في حال خوف، ولكن الصحيح هو أنهم لم يكونوا في حال خوف، وما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا في أمن وعافية، وليس هناك ما يدل على أنهم كانوا في حال خوف. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأحل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم سند صحيح. وجاء في رواية أخرى: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد بسند والترمذي بسند ضعيف. وعلى كل فالحديث الدال حديث ابن عباس على مشروعية العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة لكنه لم يتحلل من عمرته لأنه ساق الهدي. وهذا يشير إلى ما سيأتي من الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج أن يتحلل إلى عمرة ويكون متمتعا، كذلك من كان قارنا أمره أن يتحول إلى متمتع فيؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم، وأما من ساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه إلى أن ينحر هديه في يوم النحر.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جمع بين أقوال المختلفين في الأفضل وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمع جمعا حسنا، فقال: ما حاصله إن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحتمل عليه رواية من روى أنه حج متمتعا، وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج تمتعا وقرانا، فيتعين عليه الحمل على القران، وأنه أراد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة، والله أعلم. وجاء عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه جماعة إلا الترمذي بسند صحيح. فحفصة رضي الله عنها لما رأت ما فعله الناس من التحلل بالعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وهم تحللوا لأنه أمرهم بذلك، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فأشكل هذا على أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وقال: إنه قلد هديه، يعني أشعر هديه وساقه إلى مكة، ولبد رأسه، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم العيد في الحرم في منى أو مكة. وجاء عن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافرا بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني بذلك معاوية. رواه أحمد ومسلم. فغنيم سأل سعد بن أبي وقاص عن المتعة فأخبره بأنهم فعلوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفاء والمروة 7 أطواف، ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. هذا حديث عظيم يبين وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم. فإن الصفة الظاهرة لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنه متمتع، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي من ذي الحليفة، ولما وصل إلى مكة وأصحابه بعضهم محرم بالإفراد وبعضهم بالقران، أمرهم أن يتحللوا
بعمرة ويتحول إلى متمتعين، ومن كان منهم قد ساق الهدي مثل فعله عليه الصلاة والسلام فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم النحر، فينحر هديه ثم يتحلل من إحرامه. ثم إنه يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة وهو قارن، أو قلنا إنه متمتع، فإنه طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر شعر رأسه، وإنما بقي على ما هو عليه. والصحابة الذين تحللوا أمرهم أن يهدوا للبيت هديا، وهو هدي التمتع، وهو واجب من واجبات الحج. والإنسان الذي لا يجد الهدي أو لا يجد قيمته فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر هذا الحديث جملة من الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من الطواف والسعي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، وهو حين طوافه استلم الركن وهو الحجر الأسود أول شيء، ثم طاف 3 أشواط كان يسرع مع تقارب الخطى، بمعنى أنه كان يرمل، وقال هنا خب، والخبب نوع من المشي السريع مع تقارب الخطى. فهو رمل 3 أشواط ثم مشى 4 الباقية، ولما أنه قضى طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى 2 ركعتين خلفه، ثم سلم فانصرف واتجه إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، وعودته من المروة إلى الصفا شوط، ففعل ذلك 7 مرات، الذهاب شوط والعودة شوط. ثم بقي بإحرامه، لم يتحلل من شيء حتى قضى الحج، بمعنى ذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، فرمى ونحر ثم حلق، ثم بعد ذلك أفاض واتجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم عليه منه. وأما المتمتع فإنه لا بد أن يسعى بعد طوافه هذا، وأما القارن والمفرد فإنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة ركن، وطواف وسعي للحج ركن. وجاء عن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه، متفق عليه. ومعنى تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه شيء ملتصق حتى أنه لا يتطاير ويكون أشعث، وهذا من المستحبات للمحرم. وقد جاء عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري، ولكن اعترض عليه وقيل إن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، كما جاء في الأحاديث الأخرى عن بكر المزني عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. وجاء عن أنس أيضا قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة،
ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. وهذا نص واضح وصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه قرن بين الحج والعمرة، رواه أحمد بسند صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. فهذا عند إحرام عليه الصلاة والسلام قال عمرة في حجة فنوى النسكين معا. وجاء في رواية أخرى عند البخاري وقل عمرة وحجة. وأجاب بعض أهل العلم عن قول ابن عمر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، قال: فليس فيه ما ينافي قول من قال إن حجه كان قرانا أو تمتعا، لأنه أخبر عن إهلالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عن إهلاله هو إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد أنه خرجنا نصرخ بالحج هذا فيه تنبيه على أن السنة في حق الرجال هو الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. يقول المؤلف عن الصبي ابن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة. قال: فسمعني زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لقد أضل فقال: لهذا أضل من بعير أهله. فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بسند صحيح. هذا أيضا يدل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أو فعله هو أنه أحرم قارنا ولم يحرم مفردا. وجاء عن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد وقال إن قالوا صحيح لغيره. وجاء عن البراء بن عازب قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي وقرنت. فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث يبين أن علي رضي الله عنه كان قادما من اليمن، وأنه عندما أحرم لا يدري بما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع النسك، فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قد ساق الهدي أيضا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فعلي رضي الله عنه لما وصل مكة وجد أن زوجته ترتكب
المحظورات، فسألها واستغرب هذا الأمر من الطيب ومن أخذ الزينة ونحو ذلك، فأشكل عليه ذلك، فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بهذا، وأن الصحابة كلهم قد حلوا إلا من ساق الهدي. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتي ويسأل عن هذا الإشكال الذي رآه من بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: ماذا قلت عند الإحرام؟ فقال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: تبقى بإحرامك حتى تنحر هديك يوم النحر. ثم أمره أيضا بأن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من كل واحدة من الإبن من البدن بقطعة من اللحم لتطبخ جميعا، ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها ويأكل من لحمها. فالإنسان الذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل، ولو كان أحرم مفردا أو كان قارنا لا يتحول إلى متمتع. وأما من لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحرم بالتمتع، وإذا تحل وإذا أنه كان قارنا أو متمتع أو مفردا يتحول للتمتع. والروايات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأحرم بعمرة ولكنه منعه من التحلل أنه كان قد ساق الهدي، قد يكون هذا المعنى سائغ، ولكن الأشهر الوارد هو أنه أحرم بالعمرة والحج معا، فهو قارن على القول الراجح في هذه المسألة. ثم جاء حديث في إدخال الحج على العمرة عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج عام الحجة الحرورية في عهد الزبير أو في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الكلام الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو فيه اختلاف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام طاف وسعى عندما وصل إلى مكة، أو على رواية أخرى أنه اكتفى بالطواف وأجل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، لكن المشهور الأرجح هو أنه طاف وسعى بعد عند دخوله مكة، وأيضا لما طاف للإفاضة في يوم النحر سعى بعدها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسارف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟
قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججته. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان لحجة النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ذكر بعض المسائل الواردة فيه، منها أنهم أقبلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد، وهذا بيان لحال جابر ومن معه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما مر بنا أنه حج قارنا، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ممن أحرم بالعمرة، يعني أنها متمتعة. ولما كانت بسرف عركت حتى بمعنى أنها حاضت، ولما قدموا مكة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسأل عن ذلك، فبينت أنها قد جاءتها الدورة وأن الناس قد تحللوا من إحرامهم وطافوا وسعوا وهي ماذا تعمل. فسلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهون عليها الأمر، وهو أن هذا الأمر الذي أصابها هو يصيب جميع النساء وهو إعادة تعتاد، ولكن أوجد لها الحل للخروج من المشكلة التي وقعت فيها، وهي كيف تتعامل مع النسك وأعمال المواقف التي ستمر بها. فأمرها أن لا تطوف بالبيت وتمتنع، وبقية الأعمال تمارسها كلها، فتتوقف عن التحلل عن العمرة وتبقى بإحرامها، وتذهب مع الناس إلى منى وعرفات ومزدلفة وترمي وتقصر وتكمل المناسك حتى إذا طهرت، وهي قد طهرت في يوم العيد أو أيام التشريق، فإنها بعد ذلك طافت وسعت لعمرتها وحجها طوافا واحدا. لكنها وقع في نفسها شيء، وهو أن بقية ضراتها من أمهات المؤمنين كلهن قد أدين عمرة مستقلة وحجا تاما مستقلا، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة. فدعا أخاها عبد الرحمن وقال اذهب بها إلى أقرب مكان من الحل فيما يتعلق بمكانهم وهو المحصب، فأمره أن يذهب بها للتنعيم لأنه أقرب الحل إلى هذا المكان، فأمره أن يعمرها من هناك، فتذهب للتنعيم وتخرج من حدود حرم مكة وتحرم من هناك وتأتي بعمرة تطيبا لخاطرها. وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في مثل هذه الأحوال، وليس أمرا مستحبا للإنسان أنه بعد الحج يذهب ويأتي بعمرة أو تكرار العمرة من داخل مكة، فإن هذا ليس مستحبا، لكنه لو فعله الإنسان فهو جائز بدليل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة في مثل هذا الظرف الذي راعى فيه أحوالها النفسية. ثم بعد هذا بين في بعض الأحاديث حال من أحرم إحراما مطلقا
أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. جاء عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ فقال علي رضي الله عنه أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. وقد مر بنا الكلام قبل قليل على مثل هذه المسألة برواية أخرى. ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. فهذا حديث أبي موسى على العكس من علي رضي الله عنه، فعلي قد ساق الهدي، وأما أبو موسى فإنه لم يسق الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذن تحلل واجعل هذا عمرة، فتطوف بالبيت وتطوف بالصفا وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحلق شعر رأسك أو تقصر وتتحلل التحلل كاملا من العمرة، وحينئذ حللت من إحرامك حلا كاملا. وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره أخرجه. فلأنه لم يسق الهدي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحول إلى متمتع ولا يكون قارنا. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في التلبية وصفتها وأحكامها. فساق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن يزيد مع هذا يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والربا إليك والعمل. متفق عليه. هذا ما يقوله الإنسان بعد نيته للنسك من حج أو عمرة، فإذا نوى ودخل في النسك فإنه يهل بذلك. ومعنى يهل أي يعلن التوحيد، وهو توحيد الله تعالى بأن ينقاد لأمره وأن يخلص لله تعالى في عبادته من حج أو غيره، وأنه لا شريك لله في شيء من شؤونه، فالحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك حاصل لأي كائن من الخلق من الله، فهي منحة وهبة أعطاها الله لك، فالملك لله ولا شريك لله تعالى في ملكه. وجاء عن جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر. قال والناس يزيدون ذا الجلال ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بسند صحيح. فهذه ألفاظ كلها وردت في التلبية، منها ما وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، ومنها
ما سمعه وسكت عنه وأقره، وهي توحيد لله وتعظيم لله وإجلال له جل وعلا. وعن السائب ابن خلاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا. والعج التلبية والثج نحر البذل. رواه أحمد. وعن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني. وعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة عقبة. رواه جماعة بسند صحيح. وعن عطاء عن ابن عباس قال: يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود. فهذه الأحاديث تبين أحوال الإنسان في التلبية، وهو أنه يشرع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وبالتلبية، أي ببداية دعائهم بعد الإحرام مباشرة وتلبيتهم طيلة الطريق إلى أن يصعدوا إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى. فعندما يصلون إلى جمرة العقبة في يوم النحر، وإذا أرادوا أن يرموا جمرة العقبة فإنهم يتوقفون عن التلبية ويبدأون التكبير. وبالنسبة للعمرة فإن المعتمر يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، فقبل أن يبدأ بالطواف يتوقف عن التلبية ويبدأ بالدعاء الوارد في هذا كما مر. ثم ورد عن جابر رضي الله عنه في فسخ الحج للعمرة قال: أهلنا بالحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلت. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كل ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. متفق عليه. وهذا تنبيه إلى ما يعمله المتمتع، فإنه يتحلل من عمرته وينتظر حتى يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية فيحرم بعدما يعمل سنن الإحرام، فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن. وجاء في رواية أخرى: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحلين من ذي الجحفة من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت. ثم قال سراقة ابن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود والمسلمين معناه. فهذه السنة وهي تحويل القران أو الإفراد إلى تمتع، وتحويل نسك الحج أو العمرة
الحج المقرون أو الحج المفرد تحويله إلى تمتع يكون بتلك الصورة، وأن هذا مستمر وليس خاصا بأهل تلك الفترة بل هو للناس جميعا إلى قيام الساعة. وقد جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. قد جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. فهذا الحديث يبين أن من كان معه هدي فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد عند نحر هدي، وأن الهدي لا يذبح قبل يوم النحر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة الحاجة إلى اللحم، ومع هذا لم يذبحوا ذبائحهم التي أهدوها أو هدي التمتع والقران، لم يذبح منها شيء قبل يوم النحر. وقد استدل بهذه الأحاديث وبما يأتي بعدها ما ذكره المصنف من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد، وهذا هو رأي جمهور العلماء. ويقول اعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ الحج إلى عمرة. وجاء عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحللنا، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا لم يسقن الهدي وكنا أحرمنا بالقران أو بالإفراد. قالت عائشة حيضت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما وذبح بالمدية كبشين أملحين. رواه أحمد والبخاري وأبو ذر. هذا تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة والناس أكثرهم على هذا، فلما وصلوا مكة تحللوا من مناسكهم وفي يوم التروية أحرموا بالحج. وجاء عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي. قالوا يا رسول الله، استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين لهم جواز التحلل من العمرة للحج، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم. وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوع بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي.
وهذا تنبيه إلى ما هو الأفضل في هذه الأنساك وهو التمتع، فإنه أفضل أنواع التمتع كما يدل عليه هذا الحديث وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه المصلحة الأعظم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.